الأسطورة محمد صلاح امبارح قرر انه خلاص كفايانا جدال كفايانا انباء كفايانا اشاعات كفايانا توقعات محمد صلاح رسميا يجدد مع نادي ليفربول حتى 2025 خلصت الحكايه خلصت الحكايه الاسطورة مكملة محمد صلاح مكمل مع الليفر كلام كتير بقى انه كان هيسيب الفريق وانه هيعمل ازمة وانه ليفربول مش مقدره لا ليفربول قدره 350 الف استرليني في الاسبوع وده رقم مناسب جدا مناسب جدا بالنسبة للاعبين الكبار في الدوري الانجليزي طبعا في مانشستر سيتي في 400 وانت طالع بس 350 بالنسبة للارقام اللي بيدفعها ليفربول ده رقم كويس بس أنا لفت نظري حاجة تعرفك قيمة محمد صلاح، أنا فاهم إن أنت عارف قيمة محمد صلاح بس احب نزودها شويتين تلاتة. امبارح كام بوست بقى على الفيسبوك بعد أو قبل تجديد محمد صلاح وتجديد محمد صلاح؟ كام؟ تكلم في كام بوست؟ 18 بوست على الفيسبوك الصفحة الرسمية ليفربول ثابت كل حاجة عن ليفربول و18 بوست عن محمد صلاح والتجديد لليفربول نفس الأمر على تويتر طبعا حاجة فرعية بس تفهمك القيمة الكبيرة ده احنا لما صدقنا وافق ده احنا فرحتنا وهنانا لما وافق اتفرج على لاعبي ليفربول كلهم هم منزلين وهم فرحانين ومبسوطين اتفرج على حارس ليفربول الاحتياطي ادريان لما بيقول طبعا ده خبر حزين لكل حراس الدوري الانجليزي بس احنا كحراس مرمى في ليفربول مبسوطين ان محمد صلاح جدد ان محمد صلاح مكمل في البريمير ليج كل حراس المرمى بقى في الدوري الانجليزي خافوا دلوقتي ويزعلوا محمد صلاح قيمه كبيره اسطوره الاساطير محمد صلاح على فكره قدامه ارقام قياسيه كبيره يكسر بيها كل ارقام اساطير ليفربول الكم سنه اللي جايين دول عنده ارقام قياسيه كبيره هيكسرها في الدولة الانجليزي بشكل عام انت بتتكلم انه بعد نهايه عقده مع ليفربول بنسبه كبيره جدا هيبقى اسطوره النادي الاول بالارقام. هيبقى واحد من اهم اساطير الدولة الانجليزي على الاطلاق. كل حاجه بتتحقق مع محمد صلاح في رايي هو خد القرار الجريء، القرار المحترم، اعرضونا يا جماعه البوست اللي نزلت على الفيسبوك اعرضوها وانا بتكلم عشان الكلام اللي انا بقوله ده هو ليه علاقه بالبوس اللي بتتحط ديت كتير ورا بعض نزله كتير قوي القصه نفسها وبعدين في حاجه لطيفه قوي قالت امبارح يعني الناس كانت بتنزل كوميكس بيقول لك ايه اشتغل واتعب واجتهد لحد ما نادي كبير زي ليفربول يروح يمضي معاك تجديد التعاقد وانت قاعد على البحر وانت حافي من غير لب... من غير ما تبقى لابس حاجه في رجلك الصور اللي طلعت لمحمد صلاح انتوا فاهمين القيمه شوف فرحة ليفربول ما قالوش بقى ايه اقطع إيه اجازتك وتعالى النادي عشان هنجدد تعاقدك، لا ده احنا هنبعت لك الراجل هيجدد العقد لحد عندك اهو وانت قاعد على البحر وهنعمل لك فوت سيشن هنجيب المصورين يقعدوا يصوروك كام صوره وانت قاعد على البحر اقعد انت كده استجم استجم براحتك واحنا وراك احنا لما صدقنا وافقت احنا نادي ليفربول العريق العظيم الكبير واحد من اهم انديه العالم لما صدقنا يا محمد صلاح يا مصري انك وافقت انك تجدد لنا، ده احنا نجي لحد عندك. ده احنا نجي لحد عندك. كل حاجه حلوه. وبصراحه كده احنا بقينا بنشجع ليفربول فمش عايزين محمد صلاح يروح نادي تاني عشان ما نفضلش نلف على الانديه كلها. كلنا بقينا نشجع ليفربول خلاص. اه طبعا في ناس بتشجع الليفر من زمان من قبل محمد صلاح بس مصر كلها دلوقتي بتشجع ليفربول عشان محمد صلاح فده بقى نادينا. ده بقى نادينا زيك بالظبط ففرحانين بتجديد تعاقدك مع النادي واقول لكم حته فنيه الفتره اللي جايه انت بتتكلم في محمد صلاح هيبدا يكسر ال 30 بطبيعه الحال وارد ان المستوى ينزل او يحصل فيه تفاوتات مش زي الفترات الماضيه وارد لو راح محمد صلاح في اي نادي كبير اخر محدش هيستحمله يعني في الوقت ده بقى اللي هو ممكن يحصل فيه هبوط في المستوى ده وارد جدا لاي لاعب عظيم كبير في العالم لما بيكسر ال 30 محدش هيستحمله جماهير اي نادي كبير ممكن ما يستحملوش اداره ممكن ما تستحملوش جهاز فني ممكن ما يستحملوش لكن رصيد محمد صلاح العظيم مع الريد يخلي كل الناس اللي في الليفر يستحملوه انزل شويه في المستوى ايه المشكله احنا في ظهرك ما انت ياما كنت شايلنا انزل يدعموه يساندوه محافظ على مكانه اساسي دايما المنافسه كانت بين محمد صلاح وساديو ماني على مين نجم الفريق الاول وان كان محمد صلاح طبعا بدرجتين ثلاثه كان متفوق بس دلوقتي هو النجم الاوحد هو النجم الاوحد تماما النادي ده بتاعي الفرقه دي بتاعتي شايفين الجمال؟ شايفين بيحتفوا بيه ازاي؟ شايفين شايفين العظمه؟ شايفين الجمال؟ حاكى في منتهى الروعه